جدك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليك وعلى الأئمة من بنيك وعلى أصحابك المستشهدين بين يديك، السلام عليك وعلى أخيك أبي الفضل العباس عليه السلام، السلام عليك وعلى أختك المظلومة زينب عليها السلام، السلام عليك وعلى ولديك اليوم شهيدين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لعن الله أمة كثرتكم، لعن الله أمة ظلمتكم، ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا غريب الغربى، السلام عليك يا مهين الصفاء والفقراء، السلام عليك يا شمس الشموس، السلام عليك يا أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرز طوس، السلام عليك يا سلطان العرب والأجم، السلام عليك يا سلطان أبو الحسن علي بن موسى الرضا رحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولانا سائب الزمان الأمان الأمان الأمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا قاتل الكفر والطغيان، السلام عليك يا إمام الإنس والجان، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا إمام زماننا هذا، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأمانك ورحمة الله وبركاته. بقى من السوري يا مولانا يا صاحب الزمان، يا مولانا يا صاحب الزمان، ظهور امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، اعواز بلند سلوان.